عمر قول لي بقى، انا شايف هنا ما شاء الله واحد من هداف الفريق يعني في المرتبه الاولى حسام عادل 19 هدف، ابراهيم عادل 13 هدف، في المرتبه الثالثه عمر سيد معوض 13 هدف بالتساوي مع ابراهيم عادل، وعمار وليد 11 هدف. اصعب ماتش في الدوري كان ايه؟ اصعب ماتش في الدوري كان ماتش المقاولين عندنا، مقاولين اللي احنا زعناه لكم هنا على الهواء. ده كان اصعب ماتش، لان احنا ما كانش مطلوب مننا ان احنا نكسب، بس كان مطلوب مننا ان احنا نكسب. ايوه كمان كان لازم نكسب فرق اكتر من جونين. احنا كسبنا فرق جونين، بس يعني كان لازم نكسب اكتر من كده، بس الحمد لله يعني. بس وكمان الماتش ده ركبنا اول دوري، تصدرتوا انتوا بعديها. تصدرنا فرق 4 نقط. معانا المباراه، بص يعني انت المباراه اللي انت كنت بتقول عليها دي من اصعب المباريات، انتوا فزتوا فيها 3-1 صح؟ ايوه. كانت مباراه حلوه جدا، ووقتها كابتن سامر طريقه اللعب حتى انت غيرتها كذا مره في المباراه. انا عايز بس اعدل في حاجه بالنسبه للاهداف، يعني اعتبر ان حسام جايب 22 هدف مش 19. حسام عادل. لان احنا حصل حاجه كده انفير في وسط الموسم، ان هم بعد انسحاب الاتحاد لغوا النتائج.